الاسبوعين اللي فاتوا دول كان في شويه حاجات قويه جدا بالذكاء الاصطناعي، واقواها واهمها واللي هنتكلم عنه في الفيديو ده دلوقتي هو شركه مايكروسوفت. طبعا اغلبنا متابع الذكاء الاصطناعي، ومايكروسوفت الفتره الاخيره دخلت شات جي بي تي 4 في مايكروسوفت بينج، في البحث بتاع مايكروسوفت بينج. لكن الاقوى اللي عملته دلوقتي بقى ان الذكاء الاصطناعي بقى موجود في كل منتجات مايكروسوفت بحاجه جديده اسمها الكوبايلوت او مايكروسوفت كوبايلوت. Microsoft 365 Copilot. الكوبايلوت ده ممكن تتخيل ان هو عبارة عن مساعد شخصي ليك بالذكاء الاصطناعي، عارف كل حاجة عنك او عن البيزنس بتاعك، وهيكون معاك في كل منتجات مايكروسوفت، المايكروسوفت وورد، الاكسل، الباوربوينت، وكل البرامج الجميلة دي، وحتى اي منتج جديد مايكروسوفت هينزلوه هيبداوا يعملوا انتجريشن بيه. في الفيديو ده ان شاء الله هكلمك عن الكوبايلوت والفكرة بتاعته كده وبعض تطبيقاته في البرامج المختلفة اللي قلنا عليها زي مايكروسوفت وورد. الفكرة بتاعت الكوبايلوت بشكل عام هو مساعد شخصي ليك شغال بالذكاء الاصطناعي، بس مش متصل بس بالانترنت وعنده داتابيز متدرب عليها وعنده معلومات عارفها، لا هو عارف عنك كمان معلوماتك. يعني مثلا هو عنده اكسس على كل ملفات الاكسل بتاعتك، فلو انت عندك مثلا السنه اللي فاتت اكسل شيت لكل شهر او اكسل شيت للسنه كلها، بيقول المبيعات بتاعتك في كل شهر والمصروفات بتاعتك عامله ازاي، فهو عنده المعلومات دي. لو مثلا انت عندك ملفات وورد بتحتفظ بيها مثلا بملخص كل اجتماع، فهو عنده برده معرفه عن الملفات دي. الايميلات اللي انت بعتها خلال السنة كلها برضو عنده اكسس للمعلومات دي، عنده اكسس على بروفايلات الاشخاص اللي معاك في نفس البيزنس. يعني لو انتوا مثلا 5 وكل حد فيكم عنده ملفاته وكده، فهو عنده اكسس على كل الملفات بتاعتكم ويقدر يعرف مثلا احمد من محمد وشغل احمد من شغل محمد. هكمل لك القصه اكتر في الاخر لما نروح لحاجه اسمها البيزنس شات فهتتضح لك اكتر. بس تعالى كده بقى ناخد كل برنامج على حده وايه اللي ممكن تستفيده من الكوبايلوت في البرنامج ده. تعالوا نبدا الاول كده بمايكروسوفت وورد. مايكروسوفت وورد ببساطه دوكيمنت تخش تكتب شويه معلومات فيها، صح كده؟ دلوقتي بقى انت مش هتكتب لوحدك، انت هتكتب وهتلاقي حد بيساعدك تكتب. يعني مثلا الهيدلاين بتاع بروبوزال مثلا انت بتكتبه ومش عاجبك، فممكن تقول له اكتب لي الهيدلاين. جوه الوورد دوكيومنت ممكن تكون كتبت حاجه وكانت طويله شويه وعايز تلخصها، هتخلي الاي يلخصها لك. في حاجه معينه او فكره معينه عايز تكتب عنها بس ما فيش حاجه جايه في بالك، هتقول له فهيكتب لك. وحاجات تانية كتير طبعا قويه. الجميل بقى ان الكوبايلوت ده يعني ليه اكسس على كل الحاجات اللي موجوده في المايكروسوفت 365. يعني وانت جوه وورد دوكيومنت وليكن مثلا عايز تحط ملف بي دي اف او عايز تحط ملف برزنتيشن مثلا باوربوينت برزنتيشن، فممكن تروح تعمل او تضيف الباوربوينت برزنتيشن دي، تسال الكوبايلوت مثلا تقول له هات لي الباوربوينت برزنتيشن اللي احنا عاملينها للعملاء الفلانيين، فهيحطها لك جوه الوورد دوكيومنت مباشره. خلصت الوورد دوكيومنت بتاعتك ومثلا انت ما عندكش باوربوينت برزنتيشن وعايز تعملها، انت مثلا عامل بروبوزل وعامله كفايل فهتبعته للعميل وعايز تعمله برزنتيشن عشان لما تقعد معاه تعرض عليه التفاصيل اكتر، فممكن بكل بساطه تقول للذكاء الاصطناعي اعمل لي او حول لي هذا الوورد دوكيومنت الى باوربوينت برزنتيشن، هيعملها لك وهتعجبك جدا. في المؤتمر بتاع مايكروسوفت القريب اللي اعلنوا فيه عن مايكروسوفت كوبايلوت عرضوا حاجتين. اول حاجه كانت حد قالت انها عامله حفله تخرج لبنتها فما كانتش عندها فكره تقول لها ايه، فطلبت من كوبايلوت يكتب لها يعني بعض التفاصيل او سبيتش تقوله، وطلبت منه يعمل لها برزنتيشن باوربوينت، عمل لها البرزنتيشن كامله وبدات هي تروح بس تعدل شويه حاجات، وبصراحه الموضوع كان قوي جدا. وتاني مثال كان ان هو يخلي الكوبايلوت يعمل له باوربوينت برزنتيشن لعميل، انها تكون جاهزه للعميل ان هو يعرف اكتر تفاصيل عن المنتجات او الخدمات اللي الشركه دي بتقدمها، وبرده عملها بشكل كامل بدون تدخل، وبعد كده الشخص ممكن يعدل عليها بحيث انها تبقى افضل. خلصنا بقى الجانب بتاع الباوربوينت برزنتيشن واللي هو جميل، بس بالمناسبه كانفا بتعمل نفس الحاجه لو عايز تعرف اكتر، احنا عملنا فيديو عن الموضوع ده قبل كده. ممكن بقى نروح لاكسل. لو انت محاسب مثلا او صاحب بزنس وعامل اكسل شيت بتتبع بيه مثلا مصروفاتك والارباح بتاعتك، فممكن تروح تسال الكوبايلوت ده تقول له مثلا هل احنا السنه اللي فاتت كنا كسبانين ولا لا. سؤال بسيط طبعا عارف ممكن تبص وتشوفه بالنظر لكن هيسهل عليك كتير. وممكن تسال اسئله معقده، ممكن تقول له ايه اكتر شهر احنا كنا ناجحين فيه، ممكن تقول له مثلا اعمل لي موديل يتنبا السنه الجايه غالبا ارباحنا هتبقى عامله ازاي. ممكن تساله مجموعه من الاسئله كتير جدا، بس الفرق بقى بدل ما انت هتروح على كل خليه في الاكسل شيت وتكتب فانكشن، فانت لازم تكون عارف اكسل كويس جدا او تجيب محاسب او شخص يعمل لك هذا السيستم، لا انت هتكلم شخص اكنك بتكلم صاحبك، اعمل لي كذا، اوجد لي كذا، او هتساله سؤال وهو هيبص في البيانات اللي موجوده عندك في الاكسل وهيفهمها وهيطلع لك الحاجات او الانسايتس اللي انت عايزها. فتخيل اي اي شغال معاك مش بس بيكتب لك معادلات، لا هو بيبص على المعلومات اللي عندك ويجيب لك او يجاوب على اسئله ممكن تكون صعب انت كشخص مش خبير تطلعها بنفسك. مش بس كده، هو ممكن برضو يعمل لك شكل الاكسل بشكل جميل جدا، انت ممكن تقول له مثلا عيد تنظيم شكل الاكسل بشكل كويس وهيعمل لك ده بكل سهوله. طبعا اوتلوك ميل داخل في القصه برضو، فوانت بتكتب ايميلات هتلاقي انه الذكاء الاصطناعي
بيساعدك، ممكن يفكرك بميعاد ميتنج معين، ممكن تقول له اكتب لي ايميل بتعتذر على ميتنج معين، وحاجات تانية عادية، بس في حاجات منها قوية اكيد هنشوفها الفترة الجاية ان شاء الله. بعد كده بقى دي ودي عجباني جدا الخاصية مع مايكروسوفت تيمز. طبعا احنا عارفين انه مايكروسوفت عاملة حاجة اسمها تيمز دي للاجتماعات، سواء بقى محاضرات او اجتماعات شغل او كده. فمايكروسوفت تيمز بقى هيعمل حركة جميلة جدا، وهي وانت في ميتنج مثلا مع شخصين ثلاثة او ايا كان، هيعمل ترانسكريبشن للميتنج، يعني وانا بتكلم دلوقتي هيحول لك الكلام ده مكتوب على الشاشة، ويعمل لك يعني هيعمل ده لكل حد. فلما حسام يتكلم هيكتب الكلام بتاعه قدامه، لما احمد يتكلم هيحط الكلام بتاعه قدامه، وهكذا. والجميل بقى ان الكوبايلوت هتقدر ان انت تساله اسئله اثناء الاجتماع وبعد الاجتماع وفقا للميتنج، وهيرد عليك. يعني مثلا انتوا الميتنج اجنده النهارده تتكلموا في ثلاث حاجات، ودخلتوا في حاجات كتير وتشعبتوا في حاجات كتير وتهبطوا عن الاجتماع ومش عارفين تخلصتوا ولا يعني خلاص ننهي بقى الميتنج ولا لا، فممكن تروح تسال كوبايلوت تقول له هل احنا حلينا المشكله الفلانيه ولا لا، فيقول لك لا انتوا لحد دلوقتي حليتوا 1 2 3 والمشكله الثالثه دي لسه ما حلتوهاش. ممكن تساله اديني خلاصه مثلا اول ساعه في الميتنج، هيعمل ده برضه. ممكن تكون انت اصلا ما حضرتش ميتنج معين وتيجي تقول له اديني ملخص الميتنج اللي انا ما حضرتوش الساعه الفلانيه، وهو حتى ممكن يعمل ده بشكل تلقائي لو انت ميتنج جالك ان انت تحضره وعملت لا ان انا مش عارف احضره، فتلاقي هو بعت لك ملخص الميتنج اول ما يكون متاح، ويقول لك كمان ايه اللي مطلوب ان انت تعمله. يعني مثلا هم خمسه في الميتنج اتكلموا وانت اسمك احمد وليكن، فاثناء الميتنج قالوا احمد المفروض يعمل 1 2 3، فهيجي لك ايميل يقول لك انت المفروض تعمل 1 2 3 وملخص الاجتماع والحاجات اللي هم اتكلموا عنها. في برضه حاجه من مايكروسوفت اسمها اوتوميت او باور اوتوميت، دي خاصيه بتخليك تعمل بعض التاسكات اللي بتتكرر كتير تعملها بشكل تلقائي. طبعا ده بيتطلب ان انت تقعد تحط لوجيك ومش عارف ايه وتقعد تطبق هذا الكلام. الموضوع ما فيهوش كودنج قوي، لكن بيحتاج منك تركيز وبعض الفهم للبرنامج عشان تعمل الحاجات دي. دلوقتي بقى الباور اوتوميت ده هتقدر ان انت تقول له بص انا عايزك لما مثلا احمد يطلب من حسام تاسك معينه اعمل 1 2 3، ابعت رساله، حط تاسك مثلا في مايكروسوفت تو دو، اعمل ملف وورد، ايا كان الحاجه اللي مطلوبه. هيعمل ده هو بشكل تلقائي، هيكتب لك السيكونس وهتقدر انت تراجعه وتابلاي يشتغل عادي خالص. وطبعا زي ما قلنا اي برامج جديده لمايكروسوفت هتيجي وهتنضم للسويت هيضيفها لك كمان مع كوبايلوت تقدر تستخدمها. اخر حاجه بقى عشان الصوره تكتمل لينا، هنروح للبيزنس شات. بيزنس شات ده بقى تخيل كده انه السكرتيره بتاعتك بس حرفيا عامله زي الاخطبوط ومخها شغال 24 ساعه ويقدر يعمل معالجه لاي حاجه. تعالى مثلا كده نقول ان انت السنه اللي فاتت كان عندك بيزنس شغال وفي طبعا كميه ملفات قد كده وموضوعات مختلفه، فانت السكرتيره بتاعتك الطبيعي ان انت مثلا بتسالها تقول لها احنا عندنا مثلا اجتماع امتى، او بتسالها معلومه معينه، فهتلاقي بعض الحاجات اللي عندها القدره انها تعرفها، ولكن مش كل حاجه تعرف تعرفها ومش بسرعه. البيزنس شات ده بقى هو السوبر سكرتري بتاعك، السكرتيره السوبر وومن اللي بتشتغل معاك. في اي وقت هتسالها عن اي ملف موجود فين هيجيبه لك، في اي وقت هتسالها عن معلومه معينه موجوده في ملف هيقول لك عليها، في اي وقت عايز تطلب انه يعمل حاجه وفقا لمعلومات موجوده، يعني مثلا يبص على السنه اللي فاتت ويعمل لك سوات اناليسيس اللي هو يعرف ايه نقاط القوه بتاعت الشركه بتاعتك ونقاط الضعف، الفرص والثريتس او التحديات اللي قدام الشركه بتاعتك، هيبص في كل الملفات بتاعتك ويعمل ده. ممكن تطلب منه مثلا تقول له اديني ملخص اجتماعات الشهر اللي فات كله، انا مثلا كان عندي ظروف وما كنتش مركز قوي في البيزنس، هيعمل ده ويقول لك مثلا ايه التاسكات اللي انت المفروض تعملها. ممكن تطلب منه يبعت ايميل لكل التيم وكل واحد باسمه هو ويبعت له مثلا التاسكات بتاعته، هيعمل ده. بص يعني الموضوع رائع جدا. عند ما الادوات دي تكون موجوده هنلاقي في تغيير جدا كبير بيحصل في الطريقه اللي احنا بنعمل بيها البيزنس بشكل عام. ولو انت بتفكر انه والله انا ما عنديش بيزنس وما عنديش شركه ومش هستفيد من الحاجات دي، عايز اقول لك انك هتستفيد كتير. مفيش حد فينا ما بيعملش برزنتيشنز، مفيش حد فينا بيستخدم دوكيمنت ويكتب فيها تفاصيل، مفيش حد فينا ما بيبعتش ايميلات، كلنا بنحتاج نعمل التاسكات دي في وقت من الاوقات. فلو انت هتستخدم هذه البرامج هتسهل عليك كتير وهتخليك تعمل الشغل بكفاءه اعلى في وقت اسرع وهكذا. دلوقتي بقى لو انت عايز تعرف ازاي تستخدم البرامج دي، هي لحد دلوقتي على حد علمي مش متاحه غير كبيتا، وما اعرفش بصراحه هل ممكن واحد يجربها بنفسه ولا لا، لكن انا بحاول الفتره دي ان انا احصل على اكسس عشان اجربها، وباذن الله اول ما هتكون متاحه هعمل فيديوهات هشرح كل اداه منهم، الكوبايلوت ككل تستفيد منه ازاي، البيزنس شات، الاستخدام كوبايلوت جوه الوورد والاكسل وباوربوينت وباقي الادوات. فان شاء الله لو انت مهتم بالموضوعات دي وعايز تكون اول حد تعرف ازاي تستفيد من الذكاء الاصطناعي في البيزنس بتاعك او في دراستك او في صناعه الكونتنت والحاجات دي كلها، فيا ريت تشترك في القناه، ولو كان عندك اي اسئله اكتبها لي تحت. انا حسام الدين حسن ودي قناه ايبرينرز، القناه اللي هتساعدك تعرف اكتر عن التكنولوجي بشكل عام والذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي على وجه التحديد.